عندكم في الاسلام ان انت يعني زي المتعه كده، هو المتعه بس اسمه مستاجره للزنا. يقول ايه؟ ان ما في امراه، ايه. معلش خلاص استنى، اتفضلي اتفضلي ان اتفضلي، امراه كفي كفي جاءت كفي. الى عمر فقالت: يا امير المؤمنين، اقبلت اسوق غنما، كنت بسوق غنم، فلقيني رجل، يعني مفيش شهود ولا كلام الفاضل اللي انت بتقوله لنا ده، فحفنا لي حفنه من التمر، ثم حفنا لي حفنه من التمر، ثم ايوه حفنا لي ايوه حفنه من التمر، ثم اصابني. قال لها: خدي حد شويه تمر، شويه تمر، شويه تمر، راح اصابها. فقال عمر: ما قلتي؟ فاعادت. فقال عمر ويشير بيده: مهر مهر مهر، وثم تركها. هنا في شهود، فيها وتركها. زوجها يعني نفسي وجبل ده. هذا الحديث عند مين؟ شو صحيح؟ صحته متواتر، احاد، المحلى ضعيف؟ بالآثار كتاب ماشي. مسألة المستأجرة مين من للزنا، انتظر. المحاضر في شغله بس تعلمك اياها، بس بسيطه، بس لا وبه بسيطه. إلى عبد الله، ده مش الكتاب، ده مش احنا اللي عاملاه، ده الكتب الإسلامية. ده حتى حديثين حصلوا ما حكاهم اتروى عن عمر. وبه عبد الرزاق أبو عن أبي سفيان أن امرأة أصابها جوعها، فأتت راعيا فسألته الطعام، قالت له: أنا عايزة آكل. فأبى أن يعطيها، فأبى عليها حتى تعطيه نفسها. قال لها: لا، أنكحك الأول. قالت: فحثى لي 3 حصيات من التمر، خدي شوية تمر، 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 كلي. بعد ما أكلت وذكرت أنها كانت قد جهدت من الجوع، فأخبرت عمر. واحدة تانية راحت لعمر، يعني واحدة كانت بتسوق غنم، الثانية دي كانت جعانة. أخبرت عمر فكبر وقال: مهر مهر مهر، ودرأ عنها الحد.